كنت في قبل الفاصل بشير للمهندس عدلي او هو بيشير لقضيه مهمه جدا بالذات، ده ميعادها وده توقيتها. هو اللاعب الاجنبي في النادي الاهلي من حق مين يجيبه؟ دي قضيه للمناقشه مهمه جدا، والسوشيال ميديا كتير لما بتقعد شويه تلوم على الاداره وشويه تلوم على المدرب، والحقيقه تايهه شويه. يعني استعرض لك بعض الحالات عشان اعرف رايك. لا ده انا هدلل لك على وجهه النظر من خلال استعراض للاسماء. طيب اللاعب الاجنبي اللي يجي للنادي الاهلي، اداره النادي ممثله في لجنه التخطيط وشركه كره القدم، ده من اختصاصها ولا من اختصاصات المدير الفني؟ مين اللي بيجيب اللاعب الاجنبي علشان يكون ده القرار عنده؟ ده سؤال شديد الاهميه وشديد الالتباس والتشابك. ميزه ان النادي هو اللي يجيب اللعيب انه بيجيبه برؤيه مستقره ومستقبليه، ايوه، اقتصاديا وفنيه، ايوه، من وجهه نظر النادي اللي دارس الاوضاع بتاعته بخلفيه فيها عمق شويه. ايوه، لكن اذا تجاهلت راي المدير الفني اللي هو هيلعب بطريقه انت مش عارف تفاصيلها وعايز نوعيه معينه، ربما يكون فيها ظلم للمدرب. طيب هو معنى كده انك تقول له طب اتفضل جيب اللي انت عايزه؟ ممكن. طب دي عيبها ايه وميزتها ايه؟ ايوه، لما نشوف ان كان عندنا وليد ازارو، وكان رغم كل الانتقادات اللي بتتقال عليه اخطر فيرود دخل المهاجم المغربي مصر، انفراد السرعة جدا، يجيب بون ولا اتنين ودع خمسه، بس هو اللي كان بيعمل الفرص دي كلها بسرعته وليد ازارو وحماسه وشغفه. فكان بيديك امل ان في اي ثانيه يقدر يخلص لك، وتتنرفز منه انه بيضيع. لكن انا كنت بشوف ان المهاجم مهم جدا لحد ما شق الفانيلا في ماتش الترجي في الفاينل، ومنه لله كارتيرون. جه فايلر، مش فايلر جه بعد كارتيرون؟ عمل ايه؟ مشى ازارو. مشى ازارو ده مش مقتنع بيه. وجاب مين؟ ده مين اللي مشاه؟ ريني فايلر. ريني فايلر ريني فايلر ورؤيته كان يجيب الفن. مين؟ بادجي. طلب اليو بادجي. وكان موجود اليو ديانج، جاب بادجي. جه بادجي في نفس السرعات ده ريني فايلر عشان نفتكر، ما كانش ستايله احلى حاجه لكن كانت فعاليته كويسه. اليو بادجي كان سريع وبرجال واسع وستايله وطويل وهيدر، ستايله مفركش شويه لكن كان هيدر ويديك برضو امل انه في اي ثانيه يلطش لطش هيخطف اي حد، وعلى فكره ماشي كويس قوي في فرنسا. وكان واعد. ايوه، وكان راجل مؤدب وطوع لحد ما جه، حتى مشي بشكل محترم يعني. حتى لما جه عمك موسيماني قال ايه؟ مش عايز اهلو بادج، اجيب والتر بواليا. قالوا له حاضر. مشى بادجي جاب والتر بواليا، ما ادالوش اللي هو عايزه. في حين ان بادجي مشي انت بتقول ايه؟ كسر الدنيا. ماشي كويس، ماشي كويس في فرنسا، ولو كان عندي كان هيتطور طبعا، وكان زمانه بقى فرد مهم. طيب بعد ما موسيماني راح جاب بيرسي تاو وجايب مكسوني، مشى اليو بادجي. واجايه يعني اجايه واحد لعيب انتج مع كل المدربين. صحيح، جال وقت دماغه كبرت شويه وسلوكي. مشي بره السرب شويه بره في حياته الخاصه، لكن كلها مسائل كان يمكن علاجها لانه ما كانش المتمرن يعني. فمشى اتنين. والتر بواليا جه من الدوري المصري يعني، كان ماشي كويس قوي في الجونه. ما هو ده اللي انا عايز. هل موسيماني لما قال بواليا كان حد زعلان؟ كلنا كنا مبسوطين لانه كان فيه اداء. ايوه، ميكسوني فيه خلاف من اول يوم عليه. بيرسي تاو لما جه ابهرنا. ايوه، وما زال يبهرنا بالاداء الفني. ولكن الاداء البدني هو اللي عندنا اشكاليه معاه فيه. طب لما جه كولر محتاج يمشي بكسوني، والله طلع اعاره. وبواليا اعاره،
وباجي الحمد لله، باجي صفقه كسبنا من وراها ماديا، اعراض وبيع لا زاد كمان، زاد عن الكلفه اللي جه بيها. فانت النهارده الراجل ده بقى عايز يعمل ايه؟ عايز يتأنى عشان يختار، عشان الامور دي ما تتكررش. ايوه، اما اجيب حد لما يتحط ريبورت قدامه لما بالشكل ده، على وجه السرعه برونو سافيو مدي لك امارات كويسه، انه عنده مهاره وعنده رؤيه، راجل لعب 12 مباراه جاب لك جولين وعمل 3 أو 4 اسيست، ومنهم جون جاب لك بطوله. ايوه مقبول. أيوة. واداء، وعلى فكره انت لما تشوف اداؤه بس هو ما يخطفش عينك. ليه؟ هادي، بيعمل كل حاجه بسلاسه لدرجه تحس انه ما بيعملش حاجه، بس في سلاسه فاعله، عنده رؤيه، عنده رؤيه كويسه جدا. وحظه الوحش واتلغى له جول، ايه والجولين اللي اتلغوا له كانوا صح. صحيح. يعني كان زمانه جايب 4 تجوان. ايوه، في كل الاحوال تبقى القضيه الشائكه، اشكاليه. هو اسيب المدرب يختار وبعدين يمشي، يجي اللي بعديه يمشي يختاره ويجيب لي حد تاني؟ والسؤال الثاني، انا اللي اجيب؟ طب فهو انا اللي يرفض. اجيب ويجي المدرب ويقول لك لا يتناسب مع اللي انا عايزه منه في الملعب. هو ده بقى السؤال. اشكاليه بجد. لو انت عندك استقرار فني بتتحل بعد اول سنه خلاص بقى. يعني انت مانو جوزيه احتياجاتك بتبان. او مانو جوزيه اول ما جه عمل ايه؟ عايز ادعم. فلعب بطوله افريقيا من خلال المواجهات اللي كانت بينه وبين الفرق الافريقيه، راح منشن على افيلينو. والحقيقه افيلينو جاب فينا جون هناك وجاب فينا جولين هنا في مصر. اداء مرعب. ايوه، واحنا كنا منشنين على ولد طالع واخد احسن لاعب في افريقيا اسمه جيلبرتو. فانا كلمت مستر مانويل، يا مستر مانويل في ولد كذا كذا كذا، قال لي انا عايز افيلينو. قلت له طيب عندك مشكله لو جبنا لك الاثنين؟ قال لي هجيب الاثنين. اوكي، لو هجيب واحد يبقى افيلينو. يبقى ده معناه ايه؟ ان الراجل عليك. عنده مرونه انك تجيب له واحد صغير في السن برؤيتك الشخصيه لحسابات مستقبليه. لكن النهارده هو عايز ده في المكان ده. وقد كان افيلينو جه بمشاكل صحيه ما ادانيش اللي انا عايزه ومشي. مين اللي كمل معايا؟ جيلبرتو، واحد من اهم اللعيبه المحترفين اللي دخلوا مصر. صحيح. ثم بعد شويه جبنا فلافيو، برضه اختيار مشترك. لما قعدنا نجيب في كاستيلو وبينيو اسمه ايه، باكا ولا ماكا ده الفيرو، ماكي. ماكي. وكل واحد يقعد له 6 أشهر ويمشي. والحقيقه احنا كنا بجيبهم كده 6 أشهر قبل الامتداد عشان نشوفهم يعني. فلما اقترحنا ما تيجي نشوف فلافيو ده لعيب مهم في انجولا، الراجل استجابه فورا وجه وعجبه وتحمله وكتب فلافيو مشوار النجاح بدعم وقناعه من مستر مانو جوزيه. اذا الهارمونيه نتيجه الاستمرار بتدي النتيجه كويسه. بس انت لازم تبقى عامل الهوم وورك بتاعك كويس. يعني انت الاول مدرب ما يتكلم تبقى انت عندك الاقتراحات بالادله بالسي في بالشكل الفني اللي تقدر تقول له انت عايز واحد بالمواصفات دي اهو، عايز بالمواصفات دي اهو، الفايل اهو، وهكذا. يعني هو يقول لك المواصفات وانت تحدد هو اللعب. وساعات بيحدد، ساعات بيحدد هو وبيصمم. يعني اخر لعيب برازيلي جبناه كان اسمه بينيو؟ لا لا لا، اخر واحد اللي قبل ما يمشي جونيور. جونيور ده كان في اصرار منه عليه. وعلى فكره مش صح، واظن ان يتقال جابه عشان ابنه الوكيل بتاعه، ابنه ما كانش الوكيل بتاعه خالص. ابنه كان وكيل لاعب تاني جه قبلها باسبوع قبل جونيور، ومانو جوزيه اللي ما خدوش. انت كده بتبرأ مانويل؟ لا، في موضوع ابنه خالص. لا، بس هو كان مقتنع بجونيور. يعني هو لما جه ابنه جاب اللعيب ده قعد معانا كام يوم ما ملاش قناعات.
ابوه ابوه وكشفنا عليه لان عنده اصابات وبتاع. فالراجل قال لا في واحد تاني ده اللي مهم يجي. ومش وكيله ابنه؟ لا مش وكيله، مش ابنه، لا ما كانش وكيله ابنه. فجه في الاول ما اداناش اي حاجه، لكن تذكر اخر ماتشين امام المصري وبعدين او وقبليها لما لعبنا مع بايرن ميونخ في الدوحه. ايوه كان نجم المباراه. أيوه. عمل ماتش ولا اروع. وبعدين جه الدوري وقف وبتاع والمشاكل حصلت ومشي. لجنة الكرة كانت بتعمل وما زال هذا الأسلوب، بيجيبوا الشيت ويشوف مين عندنا من الناشئين، مين بره ومين بتاع، بس الدنيا بقت أعقد وأصعب وأغلى. لأن دخل فيها شركات تسويق، دخل فيها تنافسية عالية جدا، اللعيبة الأفارقة بقوا ناس بتتبعهم من عند السن 16 سنة وأحيانا أصغر. اوروبا والخليج دخل منافس، والخليج دخل سوق منافس لان المواهب الافريقيه لافته للنظر، وكلهم معظمهم بيبقى منضبط وعايز ياكل عيش وعايز يتطور. فلعيب مريح. يعني عاده اللعيب الافريقي الا فيما نظر يعني شمال افريقيا، لا نتيجه ان بيبقى مستوى اجتماعي بتاعه وحياه واللغة اسهل ولغه واحتكاك بيبقوا اصعب شويه في التاقلم. فأنا أرى مفيش حاجة مطلقة في دنيا الأحكام على البشر يا أستاذ إبراهيم. مفيش حاجة اسمها الصح هنا 100% لا دي ولا دي. دي أنت لما بتعمل تغيير بتتوسم من التغيير ده هيغير لك الحالة الفنية. يجي لعيب يخفق أو ما يلتزمش بقى تغيير غلط. لعيب تاني أول ما ينزل تنط قدامه الكورة اعملها كده جوه، يا سلام على العبقرية بتاعت المدرب. فالصح والغلط هو دائما عندما يحدث الحدث تقدر تشاور انه كان صح ولا غلط، لكن قبل ما يحدث بتقيمه بعد الحدوث، احتمالات واجتهادات وضمانات مش موجود. ما نقصوش على انفسنا والغير، لان يقول لك تشكيل غلط، هو الاهلي بكل لعيبته دي فيها لعيب وحش عشان يبقى تشكيل غلط؟ الا لما بتفركش الكوتشينه المناخ وتغير كمان. المراكز المناخ بيفرق. يعني انا متخيل ان واحد زي فلافيو اللي بقى من اخطر فراود ما كانش كامل لو كان موجود، لو كانش هكامل بالسنه الصعبه اللي عملها، ولا كان حد يتحمل لو كان موجود في السوشيال ميديا كان حد هيستحمل؟ واحد يقول لك ايه القائم يتحملش ملوش دعوه بالسوشيال ميديا، لا مين قال؟ لان اللعيبه صناعه المناخ نفسها يا عم، اللعيبه بتقرا واهاليهم بيقروا واصحابهم بيقروا، ما كانش هيعرف يمشي في الشارع، ودخل خارج في الشارع بيقولوا له ايه حقيقي اللي اتكتب عنك ده، الناس عايزه منك ايه؟ عارف ابوخ حاجه ان واحد يقول لك مالك عامل كده ليه؟ وشك عامل كده وانت حاسس انك كويس. الناس دي عايزه منك ايه؟ شفت فلان كاتب عليك ايه؟ يعني انت جاي تضايقني ان فلان شتمني؟ وبتقول لي ليه طيب؟ وما شتمك الا ما بلغك. بتقول لي ليه طيب؟ عشان اتضايق ولا عشان اما اشوفه اتخانق معاه ولا عشان ايه؟ جدوى انك تنقل الشيء اللي ضايقني. ايوه لكن احنا عايشين هذا المناخ خلاص. أيوة. زائد ان الشباب من كتر فرجته على الدوريات الاوروبيه والعالميه عنده ثقافه عاليه، فوجهه نظره في الفرجه مختلفه. لكن انت لو تجمع الاراء اللي بتتكتب النهارده على فرقه النادي الاهلي، لو هم كل واحد فيهم مسؤول وجمعت المسؤوليه دي مش هتعرف تحط تشكيل. مش هتعرف. مش هتعرف تخلي اللعيب يستمر. واصبحت المعادله هو انا عايز اللعيب اقف في ظهره عشان اديله ثقه، ولا علشان انا من حقي انتقد؟ من حقك تنتقد. اصل انا مش عارف ايه، ما تقولوليش وتطبلوا. يا عم ده مش تطبيل. يا عم دي وجهه نظر لواحد مسؤول قاعد شايف الدنيا عامله ازاي قدامه. اللعيب اللي هو بيشاهد اخفاق، وده بيحصل في كل العالم، ان الكيرف ينزل بتاع اللعيبه، طالما ان هو حياته بره مستقيمه يبقى يحاسب على التزامه في الملعب. اللي مش ملتزم ده الجهاز الفني بيشد ودنه بيظبطه الكلام معاه واستوديوهات التحليل بشكل فني. يعني انا ما ينفعش يا استاذ ابراهيم مثلا اتفرج على الماتش ويقول لك ايه اللعيبه ما عندهاش مسؤوليه، تعميم. ما تنفعش، ده مش اداء مطلق. احنا المفروض نغطي الجون. المفروض نغطي الجون، ده هو هدف اللعبه، انك تغطي الجون بواحد واثنين وثلاثه، ده هدف اللعبه.
لكن لو هي بالسهوله دي كانش حد غلب. لكن انا اما قعدت في استوديو التحليل يبقى انا عايز اشوف ايه هو الجون ده دخل فيا ليه، الفرصه دي ضاعت ليه. الاول خليني في الكور اللي بتخش فيا، ما انت بتبقى متقدم ويجي فيك جون من هجمه ولا اتنين في الماتش. تكتشف الاتي، ان سرعه الاندفاع بتاعه المنافس في الهجمه المرتده اعلى بكتير من سرعه الارتداد بتاعه لعيبتك، فبيوصلوا قبليك ال 18 يتظلم خط الدفاع وانت ضغط بدون تعميم. يبقى اكرم النهارده هيخش على الراجل يضغط عليه ولا يمسك الراجل اللي بينط، لان لو كان كريم راح راجع او مش فاكر مين عشان ما اقولش اسماء، لو الراجل المكلف بالرجوع ده كان رجع مع الفرود اللي جاري ده كان كانت هيظبط الاداء والتمركز. التمركز بتفركش لما تلاقي الموقف مش سليم، في واحد ما رجعش مكانه بسرعه. طب دي بتحصل ليه؟ ثقه بالنفس ومش خايف ومش متوقع الغلطه. الخوف بيؤدي الى خوف السليم. لحسن اطلت جون يا خبر ابيض، يبقى على طول متراقب. الكره ما تتقطع بيجري زي الهاند بول. هاند بول بتجد معظم اللعيبه ما عدا اللي بيشوط تلاقيهم في زي الاسد بسرعه راجعين. الكره طلعت من ايده وكله بيجري ورا عشان الفاست بريك. اللي بيعرف يعمل كده بيكسب الماتش. اللي بيستنى ويبص كده لحد ما يشوف الكره دخلت ولا لا، لما دخلتش هو اللي بيلبس الفاست بريك. اذا في اسباب تتشرح. ما نقولش الفرقه دي مش نافعه، ما بيتعلموش، هي دي لعيبه ما تعممش. ايوه. او ما تقولش كلام مش ممسوك، كلام ملوش ماسكه. اديني شاور لي على السبب الفني عشان استفيد منه. هذا ما اطلبه من باب التغيير.